سلام انا مينا من الدار البيضاء، عفاك عطيوني شي وصفات ديال الجمال، راني عروسه. الله يكمل بخير. الله يكمل بخيرك. نعم، الوصفه ديال الجمال. احسن وصفه ديال الجمال اللي ممكن تعطى لهذا هو انها تدير تمشي للحمام وتخلي راسها في داك البيت السخون. نعم، حتى تفتحوا المسام ديالها مزيان. ولما تفتحوا المجال ديالها مزيان، المسام ديالها مزيان، تكون عندها واحد الخمسه ديال الانواع ديال الاعشاب الطبيه. الخزامه والبابونج والزعتر وازير. نعاودوا، الخزامه. نعم، الخزامه والزعتر وازير وبابونج والورد. هادو وتخوي عليهم داك الماء الطايب اللي كيخرج من داك الروبينيات السخان. تخوي عليهم من بعد ما تكون جلسات واحد ربع ساعه 10 دقائق في داك الحمام السخون، داك البيت السخون. بداو كيتفتحوا المسام ديالها، كتجي انا داك كتحط داك هاد الاعشاب حفنه 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 وتحطو في داك السطل وتغطي راسها، ودوك البخار يطلع ليها مع وجهها. نعم. ثم بعد ذلك كتخرج وكدير الغسول في الوجه ديالها مده ديال 10 دقائق. تخليه مده ديال 10 دقائق في الوجه. من بعد فاش تسالي الغسول الكحل العادي، الغسول الكحل العادي ولا كان الاحمر غيكون ممتاز. حتى هما هادو بجوجهم ماشي مشكل. ولما تسالي من هذه المساله هذه، عاوتاني غتشد لا بيغي ديال الخيزو. نعم، لا بيغي ديال الخيزو، وغديرها مده ديال نص ساعه في الوجه ديالها. وهذيك لا بيغي ديال الخيزو دير معاها شويه ديال البروبوليس. علاش؟ لان خيزو مغذي والبروبوليس يعني واحد الماده اللي كتقتل دوك الجراثيم اللي كتكون في المسام ديال الجسم ديال الانسان. نعم، ديال الوجه ديال اولا البشره ديال المراه. خيزو كنسلقوا خيزو كيكون مسلوق وكيولي بحال البصاره. نعم، نفس هذا نفسها. وكديرها على الوجه وكتخليها تيبس على الوجه مده ديال كنخلطوها مع البروبوليس ونخديها مده ديال نص ساعه. نعم. ولما كندير هذا الامر بهذا الشكل هذا في الليل، فاش كنرجع ذاك النهار من الحمام ديالي في الليل، كندهن بالزيت البلدي ديال الوجه ديالي. نعم. ولما كندهنو كنمسحو، كنخلي حتى هو تقريبا واحد المده ديال نصف ساعه، كنمسحو بالماء ورد. ولما كنمسحو بالماء ورد كنخلي ديك الساعه الوجه ديالي يعني البشره ديالو كتكون فاتحه بحال هكاك، وكناخذ معاه المره اخرى الخيزو. نعم، كنعاود ندير خيزو على وجهي. كندير الخيزو بنفس الطريقه اللي تكلمنا عليها قبل قليل. كنغطي بها الوجه ديالي، وكيكون الخيزو هذه المره مع العسل. نعم. وبهالطريقه كيولي البشره كتفتح وهذا والخلايا كتشد بعضياتهم، وكيبقى يبان الوجه ديال السيده. بحال من مره نعمل يوميا يوم بحال دابا، هي دابا كتوجد العرس ديالها يوميا ديرها ان شاء الله، ماشي يوميا تمشي للحمام، هذاك النهار الاول غير باش كتحطي تمسح المسام ديالها ونبداو كنداويو، اما الايام الاخرى كتمشي بنفس الطريقه. تاخذ غير البخار الماء غايب كتعملو في شي صيله وكدير البخار كتدرقب هذاك الشيء وكتمشي به يوميا، وغتلقى راسها بان الوجه ديالها بدا كيتجمع والشبابيه ديالها والدم هذا مع فاش كدير داك الغسول بحال كتخلق واحد لابريسيون على الوجه، ولما كتخلق البريسيون كيكون هناك الجهاز ديال المناعه كيبغي يخدم، وكيتوصل الدم الى الخدود وكيولي الوجه هذوك الخدود ديالها كتولي حمراء، ومع التغذيه ديالها كتولي كتزيد تنعشى وكيوليو الخدود بيضاء، وكما كيقولوا التسقيه كتكون حمراء، ولعل الله سبحانه وتعالى النهار تقدم لرجلها يكون خير كبير ان شاء الله. ان شاء الله.